خاصة وأنه للأسف الميليشيات المسلحة في الداخل، أو يعني مش للأسف لأنه الوضع بقى أصبح يعني ملتبس جدا في سوريا، لكن أعتقد أنه الوضع سيزداد سوءا إذا يعني ترك الأمر أيضا للنظام السوري فقط، لأنه كان في مجزرة تتحدث عنها ديلي تيليجراف، جريمة جديدة يرتكبها النظام السوري، طائرات الأسد تقتل الأطفال في حلب بمراميل متفجرة. الصور كانت مؤلمة جدا، امبارح كانت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد أنها مادة أساسية في كل الصحافة اليوم الغربية بشكل خاص، أنه نظام الأسد ارتكب جريمة بشعة تدل على أنه لا يمكن مسامحته أو حتى إعطاؤه شرعية في أي محفل دولي. هذه الجرائم ترتكب، يعني المثير للاستغراب أنه هذه الجرائم ترتكب في نفس التوقيت الذي يكون فيه حديث مستمر عن جنيف وعن جلوس على طاولة مفاوضات وعن حوار بين الأسد والمعارضة. يعني بأي منطق يعني ممكن أن يفهم هذا الحديث في سياق جرائم ما زالت ترتكب حتى هذه اللحظة؟ كل الاتصالات التي تجري حاليا أصبحت يعني بتزيد الأوضاع سوءا على الأرض. المعارضة التي في الخارج، المعارضة المدنية في الخارج، منفصلة عن عما يحدث في الداخل. الميليشيات المسلحة أحد الأطراف التي كانت يعني أو التي تحارب ضد القوات النظامية في سوريا أصبحت لا تعترف حتى بالمعارضة في الخارج. المعارضة في الخارج تفاوض على مؤتمر جنيف 2، وهناك اجتماعات ستجري في موسكو، وهناك اتصالات تجري في الأمم المتحدة، لكن كل هذه الاتصالات لا علاقة لها بالواقع على الأرض. الواقع على الأرض أنه هناك تغيير في موازين القوى، القوات النظامية تحاول حسم الأمور، حتى حلب هي العاصمة الاقتصادية لسوريا، هناك اقتسام للأوضاع في حلب بين قوات الأسد وبين القوات النظامية السورية وبين قوات المعارضة. إنه القصف استهدف 6 مناطق سيطر عليها المعارضة. لازالت الأنباء الواردة حتى هذه اللحظة بتشير إلى استمرار الهجمات بالبراميل المتفجرة في حلب لحسم الموقف لصالح القوات النظامية، حتى في حال حدوث أي مفاوضات مستقبلية يكون له اليد العليا في أي مفاوضات قادمة. نعم.